مساء الخير مشاهدي الوطنية الأولى أو في برنامج للناس حكاية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الاجتماعي للناس حكاية، موعدكم اليومي كل يوم اثنين للخميس مباشرة بعد أخبار ماضي ساعة ونص. اليوم موضوع جديد واليوم حكايات جديدة، وش نحكيه تحديدا على الطفولة المهددة. ش معناها الطفولة المهددة؟ اليوم نحكيه على صغيرات اللي يعانيوا سوء المعاملة، اللي يعانيوا من فقدان السند، اللي يعانيوا من الاستغلال الاقتصادي وغيرها من المواضيع اللي ربما تمس الطفولة. لكن اليوم باش يكونوا معنا زوز حالات باش يحكيوا على عدم قدرتهم ربما على انهم يربيوا صغيراتهم بسبب الفقر وبسبب غياب الاباء. ذاك علاش نذكر انكم اذا كان عندكم ما تحكيوا فيما يخص الموضوع هذايا تحبوا تشاركوا معنا كيف العاده، يا اما من خلال تجربتكم الشخصيه والا من خلال ربما تجارب مماثله، تنجموا من تو تتصلوا بنا على الرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم 71 848 808 والا من تو تبعثوا لنا على الباج فيسبوك للناس حكايه والا عبر الميل على للناس حكايه اتونيزيا تي في .tn والا على الرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم اللي قلناه اللي هو 71 848 808. تحضر معنا اليوم سوسن مزريقي، أم لثلاثة أطفال، لثلاثة رضع، ثلاثة بنات عمرهم خمسة أشهر، لكن من غير أب، الأب غادر بعد مباشرة ولادة الأطفال. تحضر معنا كذلك مبروكة إبراهيم، أم كذلك والأم راه مش كان اللي ولدت أم لأربعة أطفال، خذتهم من عند زوجها بعد ما توفى، معناها الأب توفى بعد عام ونص وخلى في كفالتها أربعة أطفال. وعلى هذا الكل أكيد باش يكون معنا أخصائيين. تحضر معنا مدام نعيمة جلاسي العابد مديرة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، أهلا وسهلا مرحبا. ومعنا كذلك مدام سيدة مبارك مندوبة حماية الطفولة ببن عروس، أهلا وسهلا مرحبا بكم. نمشيو للميكرو توتوار وللحديث بقية، تفضل. موضوعنا اليوم على الطفولة المهددة. هو موضوع متعدد ومتشعب الأركان والمفاهيم. الطفولة المهددة هذه جراء سياسة معناها اعتمدت من السابق معناها وتم معناها التمثيل بها معناها وتجديرها في المجتمع بصفة عامة. ثم ظروف خارجية وثم ظروف داخلية. نحن نحكي على الظروف الداخلية اللي هي تم الدرجة الأولى. احنا أول ما حاجة نسأل الشباب وإحنا خاصة نحن في العمر هذا وكل شيء طبيعي في دور الثقافة، كانت الثقافة وكان لها دور كبير. وين دور الثقافة؟ نحب نعرف الثقافة اللي هي كانت هي اللي تأخذ الشاب وتحطه معناها وكانت تتأكل. احنا تربينا، انا واحد من الناس كنت نعرف 1968 اوقع دار الشباب في حي الخضرة. ايجي شوف تو دار الشباب في حي الخضرة في تونس العاصمة شنو اللي فيها؟ بحذا واد ناموس فيها رتع فيها الناموس اكثر ولا اقل. اذا هذا التهميش اللي احنا ما عطيناش عنايه، ما اليناش عنايه خاصه النشا بتاع المستقبل. يلزم اصلاح تربوي واجتماعي وثقافي وديني واخلاقي. كان جاي الوالدين تبارك الله عليه يجيب ولده ولا بنته هو كالشجره تلقاه يلقمها وبشوية بشوية تطلع غلة باهية. اللي كان يسلم في ولده لو بنته يكبر الطفل هذاك يدخل في الشارع، يدخل مجتمع خايب، الطفل نفس العملية. هو السبب هو الوالدين. أكثر سبب هو الإهمال العائلي. العائلة تركت ولادها. ما عادش خمم في ولادها، ما عادش خمم يحب يوصل ولده ويتبع ولده. عندهم تو مسيرة شنية هاو تلاق تشرد صغار. تمشي تهمل الصغار في الشارع فهمني، ما عندها حتى عنوان يعني كي حتى كي يكبروا يعني ما غير بارون ما يحس روحه انه هو انسان هامل يعني في الشارع ما عنده حتى عنوان. هاك تشوف جيل جديد مزروع فيه حكايات ما تفهمش، الجيل نتاعنا احنا زاد كيف ضايع يمين ويسار، خدم ما فماش، تستخطف واحد عايش على الهامش هكاكا. الحل هو الحكومه، هو التربيه، هو الوعي نتاع المجتمع المدني ونتاع الوالدين ونتاع الحكومه. لازم تكون هي تحط يديها على المشي هذا اي باش السيارات ما تشردوش وباش ما تقولش في ظل متشردين واللي يسرق واللي يرقد على الطريق واللي يعني هذه مش هذا الحل نتاعنا. هذا الحل نتاعنا لازم يكون ساعه وعي نتاع الوالدين، وعي نتاع المدرسه نتاع المربي،
والوعي نتاع الحكومه اللي تحط باش تحط ايديها على الشيء هذا الكل. الطفوله المهدده يلزم الوالدين نتاعهم ساعه يتلهوا بهم، الاولاد ما يخليهمش يلعبوا في الزناق وما يخليهمش، وفما عباد اخرين يسيبوهم في نجي امشي طوافت اي بلاصه تطلقهم وليدات صغار نتاع 4 سنين وخمس سنين فهمتني، هاملين في الشوارع كيفاش هذيا فهمتني، خليهم والديهم خليك لا احنا ما نجموش باش نربيه باش نعملوا، مالكم باش يربي لك اولادك، الحاكم باش يربيهم لك، ما يربيش الحاكم، انت تربي اولادك فهمتي وتتلهى بيهم فهمتني، هو جم والبطاله فهمتني والبطاله وخلت الفلوس فهمتي تعمل هذا كل تعمل 50% معناها من الوالدي والبقية ترجع للانتوراج والمجتمع. إذن موضوع حلقة اليوم من الناس حكاية هو الطفولة المهددة. نذكروا بطرق التواصل معنا إما على الباج فيسبوك للناس حكاية وإلا عبر الميل على الناس.حكاية@tunisiatv.tn وإلا على الرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم 71-848-808. أكثر من 8000 حالة إشعار بطفولة مهددة خلال سنة 2015. كي نقولوا طفولة مهددة نقولوا سوء المعاملة، فقدان السند، العجز عن الإحاطة، التعريض للتسول، الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي. قبل ما ناخذوا الزوز حالات الموجودة معنا، سؤالي لمندوبة حماية الطفولة سيدة مبارك، احنا قلنا أكثر من 8000 حالة إشعار، قلت تقريبا 8500. النسبة الأكبر من حالات الإشعار تهم أنا مشكل من مشاكل الطفولة المهددة. شكرا. الأكثر الوضعيات هي منذ انطلاق سلك مندوبي حماية الطفولة في العمل نتاعو إلى حدود 2015 حسب التقارير الوطنية لأنشطة مندوبي حماية الطفولة، بينت النتائج كونه أكثر وضعيات التهديد اللي تعرض لها الطفل هي حالات العجز عن الإحاطة والتربية، يعني هي أولها في صلب العائلة، تليها حالات الإهمال والتشرد، وهذا كله يرجع لوضعية الطفل وعجز أبويه عن الإحاطة والرعاية سواء من ناحية التربوية سواء من ناحية المادية. الوضعيات الأخرى فما وضعية اعتياد سوء المعاملة، كذلك سوء المعاملة يتعرض لها الطفل سواء في محيطه الأسري أو في محيطه التربوي، وبخلاصة اللي لاحظناه كونه الطفل أكثر الأماكن اللي المفروض يكون فيها آمن هي أكثر الأماكن اللي تشكل خطر عليه، لأنه في الأماكن الآمنة ومع الناس اللي ما تجيش شبهة فيهم وأقرب الناس للأطفال هذوما هما اللي يكونوا مصدر خطر، مصدر خطر سواء في اعتياد سوء المعاملة، سواء في الاستغلال الاقتصادي، سواء في الاستغلال الجنسي، سواء في العجز عن الإحاطة، سواء في التقصير عن التربية والرعاية. على كل حال كما قلنا يحضروا معنا زوز حالات، الشهادة الأولى باش تكون من خلال السيدة سوسن اللي عندها ثلاثة بنيات حديثي الولادة، ثلاثة بنات رضع عمرهم 5 شهور، لكن نجم نقوله بدون أب على خاطر الأب بعد الولادة مباشرة تقريبا بعد شهر مشى وما يعرفوش عليه وين. مرحبا بيك سوسن، حكينا ساعة زوجك شنو كان يخدم؟ شيف بيتزيريا. باه شيف بيتزيريا، وانت عرفت من الاول اللي في كرشك عندك ثلاثة صغيرات ولا لا؟ لا، معناها كيفك تفاجئتوا بيهم عند الولادة؟ اي انت الحامل صار مباشرة بعد الزواج ولا قعدت مديدة؟ لا بقيت مدة. قلت لي معناها راجلك هجرك مشى ما تعرفش عليه وين مباشرة بعد ما ولدت، احكي لي معناها علاقتكم الزوجية كيفاش كانت مدة العرس؟ كنا عادي يعني، اما بعد ما جبنا صغار تبدل. كيفاش تبدل؟ هما مرضى يعني الطب يقولوا لي يلزم كنترول في الشهر، يلزم عندهم مرتين 3 مرات. وهو قال لي لا ترجع يعني للبلاد. ثلاثة بناتك مرضى؟ كنترول يلزمهم بقوا خاطر بقوا 40 يوم هما راكدين في السبيطار. قالوا لي يعني ما تخرجيش بهم من تونس، ما يخرجوش. وبعد لا قالت لي ام ولا تروحي بهم للبلاد. قلت لها انا لا. انتوا وين كنتوا ساكنين؟ كنا ساكنين في البلاد في غار جيماء. اي
وشنو قلت لي ما يلزموش طابة لتونس؟ الطبيبة قالت لي ما يلزمش، يعني الصغار يلزمهم في بلاصة ديما دافية وما فيهش نداء وما فيه، يعني خاطر هما من دا ينجموا يتقلقوا ويمرضوا ويتعبوا. اي ايامات العرس كان يصرف عليك وعلى دار وعادي، معناها علاقتك بيه كانت عادية؟ اي كانت عادية. وايامات الحمل مشيت عملت فحوصات نتاعك، مشيت للطب كل شيء؟ اي وبعد يعني كي بعد ما جبت الصغار تبدلوا، يعني امه قالت لي ترجعي تروحي للبلاد وتعيشي معنا غادي، ويعني كلهم خواته يهدد، خوي يهدد فيا يقول لي تروحي بالسيف غادي وانا ما نجمتش، يعني ما نجمش نخلي ثلاثه صغار يعني ونضحي بهم نروح يعني للبلاد ونخليهم يعني ما نداويهمش وكل شيء. انت كي عرفت وين سكنت؟ بقيت شهرين مع دارهم، بعديك جيت مع دارهم وين؟ في غار ديما باهي. ومن بعد قالوا لك تروح لداركم، داركم وين؟ دارهم غادي في البلاد. لا داركم انتوما، قلت لي هو قالوا لك امشي روح لداركم. لا دارهم هما مع دارهم، يعني نروح نعيش مع دارهم بالصغار. ايه؟ والطب قالوا لي لا ما تخرجيهمش، يعني ما يخرجوش من تونس خاطر كنترول نتاعهم ديما ديما عندهم كنترول، في الشهر 3-4 مرات نهز من السبيطار. ورجلك كان يخنا في بيزاريا وين؟ في تونس ولا في غادي؟ في تونس، في تونس، في تونس، يعني عايش في تونس هو في وتوا قالوا لي لا تروحي للبلاد غادي وتعيشي معانا، وخوي هدد فيا يقول لي لا يلزمك تروحي غادي لدارنا وتعيشي انت وصغارك في بيت الزنك به. وقلت لي تقريبا بعد شهر هز روحه ومشى. ما تعرفش راجلك وين يخدم بالضبط؟ معناها ما حاولتش انت تمشي ولا حد من العائله يمشي لمحل الخدمه نتاعه ويشوفه موجود غادي يخدم والا لا؟ لا توا يخدم هو. فما شكون يعني هذه، فما امراه هذه تعاون في اي شوي قوريه قالت لي راني مشيت، وين مشيت ولقيته يخدم ولابس عليه وحب يعمل هو بطاقه اللي هو معاق مريض بطاقه اعاقه ولابس لي. لا ماهوش معاق ولابس لي ويخلص وهو الشهري 950 ولا حب يصرف على صغار ونطلب فيه اصرف على صغارك. اجا عملت به قضيه نفقه حكموا لي 250 دينار، 250 دينار هذيك نخلص بها في الكرا. تو انت عايشه في، تو انت قلتي عايشه مع داركم ولا عايشه في الكرا؟ عايشه مع دارنا، ويعني وخليتها الدار هذه كي نجي لتونس، يعني نبقى في الدار. انت تو ديجا جيتنا من السبيطار سوسن، معناها عطلت علينا سوسن شويه على خاطر كانت في السبيطار. به معنا هاو مندوب حمايه الطفوله ومعنا وزاره الشؤون الاجتماعيه، ان شاء الله نحاولوا نلقاو لك حل. ربما سوسن معناها تمثل حاله من برشا حالات من رجال اللي ما عادش عندهم احساس بالمسؤوليه. سي فري كو المسؤوليه تجاهها، معناها ثلاثه صغار لكن في نهايه مطاف صغار وهو دونك هذا هز روحه ومشى. هنا الوزاره شنو تنجم تقدم لحالات مثل حاله سوسن؟ مدام تفضل. بارك الله فيكم على الاستضافة وعلى الاهتمام بالموضوع. بالنسبة لحالة سوسن بطبيعة الحال كل شيء هي نجم نقوم لها بدراسة اجتماعية نشوفوا لها وضعيتها على جميع المستويات، لأنه حسيت أنه فما بعض الجوانب اللي يلزمنا يعني نتعمقوا في دراستها مثلا باش نلقاو يعني الحل المناسب للوضعيه نتاعها. يعني بالضبط وين تسكن؟ قالت في تونس. مي وين تسكن؟ خاطر تعرف انه بالنسبه لوزاره الشؤون الاجتماعيه فما تقسيم ترابي، فما مسؤوليه يعني تعود بالنظر للاداره الجهويه في المرسى. اي في المرسى دونك تتبع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس عفوا تعطينا العنوان الكامل ونجموا نكلفوا أخصائي اجتماعي والأخصائية الاجتماعية باش تمشي للدار وتشوف الوضعية وتدرسها وتقيم الوضع بصفة موضوعية وتقترح الحلول الملائمة. وبالنسبة للزوج معناها ما عاد عنده حتى مسؤولية، معناها نحب نفهم أنا فقط على خاطر ربما هذا نجم يسهل الهربه ديزون، معناها سامحوني في العباره، لبرشا رجال يقول لك اذا كان هاي الوزاره باش تتكفل به يعطيهم الصحه، معناها نقولوا باش تلاهوا بالام نتلاهوا بالصغار. اي والراجل اش معناها؟ معناها يجيب الصغار ويمشي على روحه هكا معقول؟ تفضل. لا هي هذه تعتبر وضعيه تهديد متمثله في تقصير الاب في رعايه ابنائه وانه تخلى عليهم ومشى. لو تسمح فما ملاحظه سنحب نلاحظها. الوضعيات هذوما هما تبدا من بالاشكال بين الزوجين
وخاصه كي يبداو جايين، وهذه لفته ماذا بينا مناسبه انا بدي باش ننادي بها اهالي الجهات الداخليه، مثلا منطقه غار دماء نعرفوها يعني ما فيهاش مواطن شغل، وقت اللي هي تجي لهنا وعندها اطفال تحت يطلبوا مراقبه مستمره من المستشفى، هي يعزوا بها ابنائها وتقول لك انا ما نجمش نرجع، ما هو يخمم اقتصاديا يقول لك انا باش يولي لي حمل كبير انا نفضل انهم يرجعوا. هي توزن بين تقارن، وهو يوزنها مدينة وهي توزنها على مصلحة صغيرة خاصة من الناحية الصحية، يقع الكونفلي لهنا ويولي الإشكاليات شكون يدفع ثمن نتاعها؟ الأطفال. للأسف ملاحظة أخرى نحب نسوقها هي كونه في تونس للأسف عندنا برشا رجال يتخلاو على مسؤوليتهم على عكس الأمهات. الرجل فاسيلمون يعني وقت اللي تجيه صعوبة مادية وخاصة يقول انا نمشي نخلي اهل البلاد في البلاد فوالا ويمشي ويخليها هي تعاني. ما هي على كل حال عندها حلول قضائيه وعندها حلول مع مندوب حمايه الطفوله اللي هو العنصر اللي باش ينسق مع الجهات المعنيه الكل بما فيهم شؤون اجتماعيه على المستوى القضاء. جست ما فسر لي هي تو تقول لك على المستوى القانوني مشات قدمت قضيه في اهمال عيال والحاكم حكم لها ب 250 دينار نفقه اللي هما ماشيين في الكراء. يقول قايل باش تعيش الصغيرات معناها نعرفوا رضا معناها يلزمهم ديكوش يلزمهم بيبرون يلزمهم حليب يلزمهم الدواء اذا كان هما صحتهم خاصه تبارك الله ثلاثه دونك الجانب المادي زاد والرعايه الصحيه عندها دورها دونك هنا كيفاش نجموا نعاونوا سوسل من الناحيه القانونيه تحصلت على النفقه ما نعرفش انا سالت نحب نسالها انت نفذت عليه النفقه مشيت علمته بواسطه عاد المنفذ هي علمته ما عطانيش يعني ما عطاشهم لي ما عطاكش وقتاش اخر مره انت ما عطاشهم لي يعني بتاع الشهر الكل عطاني كان 270 دينار وقتاش اخر مره عطاك قداش عنده ما عطاكش يعني ما عطانيش حتى مره كان مره واحده يعني عنده مده طويله معناتها هوني تولي تنتقل هي للمرحله الثانيه لا ربما حاجه باش توضيح خاطر سوسن احنا وقت اللي اتصلت انت بالبرنامج قلت انا نحب نطرح مشكلتي يا اخي انا وقتها كلمت مندوب حمايه الطفوله قال لي اول حاجه تمشي تعملها تعمل اشعار وتعمل قضيه في اهمال عيال دونك انت القضيه أهل. عملتها تو سوسن ولا لا عملتها عندي ثلاثة شهور ولا شهرين عملتها عندك ثلاثة شهور وفي ثلاثة شهور ما خلصك مره برك اكي غير المره هذه صبها لي حكايه جمع جبت خلصت بها الكراس ولا وقت اللي هو ما يعطيهاش النفقه بعد ما تعلموا يقعد مده ما يعطيهاش النفقه تعمل به قضيه في اهمال شؤون في اهمال عيال وقتها يولي هو قدامه المحكمه فيسع معناتها تاخذ اجراءاتها يولي قدامه يا اما السجن يا اما يخلصها هي هو حتى اذا كان خلصها عندها اشكال اخر اللي هو السكن خلصت به السكن ناحيه السكن باش نفسرها راهي ما دام الحياه الزوجيه قائمه ما فماش قضيه في الطلاق ما تنجمش تاخذ بالقانون منحه في السكن ما تنجم تاخذ منحه في السكن وتطالبوا بها بالقانون الا كي تبدا فما قضيه منشوره في الطلاق وقت القاضي الصلحي باش يحكم لها بمنحه السكن معناها هونيا سامحني معناها نحب نفهم شويه الجانب القانوني المراه زاده تلقى روحها ما بين ناري يا اما باش تاخذ حقوقها اذا ما تطلق الراجل فوالا وتطلق الراجل وهي ما تخدمش وتقول لك انا عندي ثلاثه صغيرات دونك هو صحيح ماهوش اقتصاديا ماهوش موجود لكن ربما غدو يولي موجود دونك نجم تتخلى عليه دونك تتخلى على الفرضيه انه فما شكون يصرف على الصغيرات والا ترضى بالوضع هذاك وتاخذ في تفتوفه صغيره اللي ما تعيشهاش هي وصغارها جوستما وقتها تولي حاسيلو انا ننصحها تتصل مندوب حمايه الطفوله تونس مادامي في ولايه تونس مندوب حمايه الطفوله هو باش يلعب دور المنسق باش يشوف الاجراءات نتاعها باش ينسق مع الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه عندهم مرجه هما خاطر في كل معتمديه فما مرجه وفما مراكز دفاع يعملوا لها الابحاث اللازمه ومستحقاتها ومستلزماتها الكل ينجم مندوب حمايه الطفوله يعاونها عليهم لكن الاخت من ممثل الشؤون الاجتماعيه معانا ديما راهو فما بلافون نتاع مساعدات وهذاك القانون اللي مر للشؤون الاجتماعيه تنجم تتجاوزها يعني مثلا تنجم تعاونها بدفتر علاج مجاني ينجموا يعطيوها منحه العائلات المعوزه اذا كان هما شافوا مناسب بيه على كل حال احنا تنرجعوا لك مدام لا مش مدام سيده مدام نعيمه اتون نثبتوا معاك ربما شنو هو اهم الاجراءات اللي لازم تنجم تتخذها وزاره الشؤون الاجتماعيه وشنو يكون متوفر في الملف وشنو المساعدات اللي
ربما الوزارة قادرة على أنها تقدمها لحالة سوسن ولا غير سوسن. على كل حال إجابة ناخذوها مباشرة بعد ما نمشي للومضة. تفضل. مرتك أكبر منك بعوام؟ اخترت تتزوج بها رغم اللي تعرف اللي هي أكبر منك؟ ترى أنه فرق العمر بينك وبينها ما عنده حتى قيمة قدام محبتكم؟ وإلا ترى أنه فرق العمر أثر على علاقتكم؟ لقيت موافقة من العائلة والمجتمع لقرارك هذا، وإلا بالعكس تحسهم كانوا ضد فكرة أنك تاخذ مرأة أكبر منك؟ كان عشت تجربة مماثلة وتحب تقسمها معنا؟ أبعثنا على الباش فيسبوك للناس حكاية، وإلا على الميل على للناس حكاية @tunisiatv.tn، وإلا على 58 4 66 66 4. نذكر أنكم تنجموا تتواصلوا معنا مباشرة عبر الهاتف على رقم الهاتف في الموضوع على ذمتكم 71 848 808، وإلا عبر الباج فيسبوك للناس حكاية، وإلا عبر الميل على للناس.حكاية @tunisiatv.tn. مدام نعيمة جلاسي العبد مديرة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، جوست حبينا نفهموا دونك شنو المعطيات لازمها تكون متوفرة باش نجموا ندخلوا في صورة طفولة مهدأ. فقط أنا قبل ما ناخذ الإجابة من عندك نحب نوضح معلومة ربما للناس اللي قاعدة تتفرج فينا. راه وزارة الشؤون الاجتماعية ولا مندوب حماية الطفولة ما نجمش يتدخل إذا كان ما يصيرش إشعار. شو معناها إشعار؟ في صورة إنك مثلا عندك مشكلة متاع طفولة مهدأ متاع جارك متاع عائلتك متاع أخوك متاع صاحبك، راه يلزم يتم إشعار، يلزمك تشوف مندوب حماية الطفولة الموجود في الجهة، وإلا تمشي المندوبية الجهوية بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية باش هما يكون عندهم بينة. راه ما نجموش هما يدقوا على ديار، خاطر أكيد فما ربما ناس يتفرجوا فينا يقولك أنا عندي الحالة هذه وما دق عليها حد وما لقيتش حتى حل. راهو الأول الخطوة يلزمها تصير في الحالات اللي كما هذم أنه يتم الإشعار. بيه ناخذ الإجابة من عندك مدام، تفضل. شكرا سيدة أسماء. بالنسبة نحب نوضح بالنسبة للحالة هذه، هو أبغض الحلال عند الله الطلاق. احنا ماذا بينا لو كان هالعائلة هذه معناتها يتلم الشمل متاعهم، وراهو على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية فما يعني ما يسمى بالمصالح العائلي اللي نجم يتدخل ويقرب وجهات النظر، وأمام تو يلقى الحل للعائلة هذه. ماذا بينا قتوي الأخت هذه ما عندهاش يخدم، والزوج معناتها شهريته على قدها وما عندهاش وين تسكن. يعني نحاولوا الكل ما بعدنا باش نلقاو الحل نظرا لمصلحة الطفل الفضلة اللي ما تكون راهو مصلحته كان ما يعيش مع والديه، ام وابوه تحت نفس السقف اكيد. هذيا اطفال باش يكونوا مهدين، شنو هي مصيرهم؟ فهمتني؟ دونك علاش هكا انا حبيت بالضبط يعني نعرفوا العنوان نتاعها، وان شاء الله نتلهوا بها الحاله هذيا ان شاء الله. بالنسبه للاجراءات، هو بطبيعه الحال يعني كما قلت سيادتك ان وزاره الشؤون الاجتماعيه تقدم يعني الاحاطه نتاعها بناء على طلب المعني بالامر ولا الاسره، ولا الطلب هو يكون فيه يعني توضيح الخدمة المطلوبة. يعني خاطر تعرف الخدمات متعددة ومتنوعة ومتشعبة، وتكون حسب الوضعية الاجتماعية والحالة الاقتصادية. انت شنو طالبة بالضبط معناها بصراحة؟ اعطينا شنو الأولويات نتاعك، شنو أهم حاجة اللي انت ماذا بيك تتخلص منها ومشكلة تحب ترتاح منها في أقرب فرصة؟ والله ماذا بيا وين نحب نتلم انا وصغاري في دار، في ما نحبش نبقى في دارنا خاطر بالضبط. يعني انا هذايا التوجه انه يعني ان شاء الله تكون الخدمه مع الزوج على اساس انه يتحمل مسؤولياته ويقيم بهالاسره هذيا اللي فيها ثلاثه صغيرات، معناتها ماهوش مش بالساهل معناتها باش الانسان يرميهم. يعني مهما تكون التدخلات راهو باش تكون منقوصه، هذا باش نكونوا واضحين. يعني تنجم هي تاخذ 150 دينار في الشهر، 150 دينار شنو اللي باش تعمل لها؟ ما تلبيلهاش الطلبات الكل يعني، واحنا نجم يعني نوفروا لها المساعدات الظرفيه، بطاقه علاج مجاني، الاطفال هالنجم معناتها نشوفوا مع المؤسسات الرعايه كيفاش نجموا نوفروا لهم كل ما يحتاجوه. قاره باقي ما هوش الحل الامثل. الحل الامثل هو انه تكون اسره
يعني موجوده ومتكامله. معناها نحب نفهم هنا فما امكانيه انه ان شاء الله الوزاره تتوجه للزوج تحاول تلقاو معه حل وتلموا الشمل نتاع العائله هذه، وفما امكانيه نتاع اعانه ماديه ب 150 دينار وبالنسبه للكارني الابيض. كما قالت مدام نعيمة تقعد باقي الإجراءات منقوصة، هذاك علاش نحب نتوجه بدعوة للمجتمع المدني والأصحاب القلوب الرحيمة، إذا كان فما إمكانية باش نجموا تعاونوا المرأة هذه. معناها هاكم شفتوها مرأة مازالت صغيرة عندها 3 بنيات في رقبتها عمرهم 5 شهور، البوم شيء يمكن ربما جهم عليه، معناها ولو أنه حتى شيء ما يبرر على خاطر هذوم صغيرات وتخلي صغيرات وتمشي على روحك، ربما صعبة عليه المسؤولية خلى بناته ومشى. لذا إذا كان فما إمكانية باش نجموا تعاونوا باللي كتب ربي، باللي كوش كسوسوا البيبي، بالحليب، بالدبش، بالإعانة المادية ما فيها باس. عندكم الباج فيسبوك اللي هي للناس حكاية، ولا من تو تنجموا تكلمونا على 178-848-808 ويعطيكم الصحة. تفضل. أنا حبيت نقول زادة لو كان يتم مساعدتها عن طريق تمكينها من شغل تكون هكاك يوفر لها الكرامة لها هي، وتنجم تدخل مدخول إلى جانب النفقة متاعها. المجتمع المدني كذلك مندوب حماية الطفولة ينجم ينسق لها مع الجهات اللي يرى هو فيهم فايدة الكل أنهم ينجم يعاونوها، مثلا يحط لها أطفالها في كريش ولو بصفة مجانية. ما عليكش كنت نقول لك تبارك الله 3 بنيات شكون باش تخليهم إلى كم تخرج؟ ينجم يدخل لها بالتنسيق مع مصلحة الطفولة بتونس أنه يشوفوا لها كريش اللي أقرب لها ويشوفوا معناتها بصفة مجانية مع أصحاب المحاضن اللي تنجم تعمل، واحنا نتعاملوا معاهم الحقيقه ومستانسين يقدموا يد المساعده في المجال هذا. ان شاء الله. على كل حال يا سوسن ان شاء الله نلقاو حل فيما يخص مشكلتك انت. كما قلت قبيله معناها الام مش هي اللي تحبل وتجيب الصغار، ساعات الام هي اللي تربي. باش نمشيو للحاله الثانيه، حاله مبروكه ابراهيم. مبروكه تزوجت براجل عنده 5 صغيرات، قبلت الصغيرات هذوكم ربيوهم مع بعضهم، لكن صاحب الامانه هذا منته بعد عام ونص وقعدوا الصغيرات هذوكم في رقبتها. مرحبا بك مبروكه، هذه تقريبا حكايتك انت. انت قلت لي عندك توا 4 صغيرات معناها من براجلك. البنيه الاخرى قلت لي عطيتوها العائله ولا حاجه كما هكا؟ عند عائله متكفله بها. الاربع صغيرات قداش اعمارهم؟ اسماء 13 عام من غير الاسامي. باهي. البنية الكبير 13 عام والولاد الاخر اللي اقل منها 12 والولد الاخر 10 سنين وبنيه 9 سنين. الكل هم اولاد راجلك انت مش اولاد راجلي؟ اه. دونك انت قاعده تربي فيهم؟ قاعده نربي فيهم. يقراوا؟ يقراوا الاربعه. يقراوا. شنو الاقسام اللي يقراوا فيهم؟ واحده في الرابعه وزوج اولاد في الثالثه وبنيه في الثانيه. وامورهم الدراسيه شنو احوالها؟ جايبين رواحهم ولا؟ الحمد لله البنيه الكبيره جايه الاولى واخذه شهاده. الثانيه البنيه الصغيره جايبه 14 معدل. بارك الله. الاولاد الاخرين تعبين. هما تعبين وانت ظهري تعبه شويه فيهم. هم تعبين وانا تعبه. من الاولاد ناقصين نضر، معناتها 3 ناقصين نضر. الطفله وزوج اولاد. 3 ناقصين نضر؟ 3 ناقصين نضر بالمرايات. والولاد اللي مش يعمل العمليه كل 6 شهور المرايات نتاعها تتبدل. والدويه نتاع كل 3 جمعات زاد يلزم ياخذوا الدويه. ما بالك اش تعمل في الدنيا انت؟ انت اش تعمل في الدنيا؟ ما نعمل حتى شيء. اي ومالك فيش تعيشيهم الاولاد؟ في الاول كي جيت عشت في دارنا وولات الحلال جابت لي ماكلتهم وجابوا لي ما لازمهم كل شيء. ومن بعد تالت لما سمع بيا واحد ولد حلال اني ما عندي حد شيء، ما عنديش دار، ما عنديش لا فلوس لا كرني لا حد شيء. جاتني شؤون اجتماعيه عملوا لي كرني ابيض وعملوا لي شهريه 150. ومن بعد تالي ما الراجل هذا يرحم والديه. 150 بالنسبه للصغير الواحد ولا بالنسبه للاربعه صغار؟ الاربعه. 4 صغار تعيشون ب 150 دينار. 4 صغار ب 150، ال 150 ما نصرفش منها حتى فرنك، ما ماكلتهم ولا شرابهم اصلا. 150 ميته كنفركوا بك هو الطبيب. معناتها الاربعه وصلوا لي للسبيطار الماديه والجم والسواسي النهار كامل، وين ندور بهم نروح بهم كان في الليل مرضى لي الاربعه. ومن بعد تالي قعدت معناتها بالموعد في المهديه، البنات الطفله والولاد الكبار الزوز بالموعد في المهديه. ايه. عند الطبيب. والولد الكبير قال لي العمليه نتاعها موجوده كان في تونس ولا في صفاقس، الحاله نتاعها ما تعرفش. تنجيو لحال الوليد الصغير، بربي نحب نوضح حاجه مدام نعيمه هنايا. انت كما قلت معناها الوزاره ربما هذاك حد مقدورها، لكن كي نشوفوا تبارك الله 4 صغيرات
ويقرا وعمرهم مازالوا صغار ومازالوا مستحقين عائله كامله في 150 دينار. معناها انا كنت نسخاي وقت اللي تقول 150 دينار وربما 150 دينار بالنسبه لكل الصغير. اي معناها هنا نقطه استفهام شنو نجموا نعملوا الاربعه صغيرات في قرايتهم في لبسهم في دواهم في ماكلتهم في شرابهم في تحويسهم اللي هو زاد حق من حقوقهم. وراهو يعني هذه راهي مالها الا مساهمه من وزاره الشؤون الاجتماعيه في الاحاطه بالفئات الضعيفه ومحدوده الدخل. نحب نبين توضيح لهنا بربي راهو 150 دينار وقت اللي يبدا فما ثلاثه صغيرات في السن الدراسي تفما اضافه ب 10 دنانير. يعني 180 دينار تاخذهم هذه حقها. كان ما خذتهمش معناتها تعمل الاجراءات اللازمه وتاخذ حقها. ومال والا كان مساهمه راهو هدايا يعني اللي يسمح به البرنامج. فهمتني ما نجموش اكثر من هكا. بقى انها هي كعائله معزه يعني تنجم تنتفع بالاعانات بالاعانات يعني عند العوده المدرسيه واعانات على طول السنه الدراسيه بالنسبه للاطفال واللي يتمثلوا في اعانات مدرسيه في شو معنى اعانات مدرسيه؟ في اول سنه دراسيه نفهمك معناها باش يمشيو ياخذوا الفورنيتور وياخذوا الادوات وكل شيء. وفي وسط العام كيفاش؟ في وسط العام مثلا تحتاج صغير مريض يحتاج دواء تنجم يعني تاخذ مساعده على الاساس هذايا. صغير يحتاج سامحني تاخذ مساعده اش معناها؟ معناها تمشي لوزاره الشؤون الاجتماعيه وتتقدم بمطلب ومن بعد يعطيها مطلب الاجراءات قداش تاخذ معناها هنا باهي تقول لي انت ربما الوزاره هذيك حدودها معناها ما تنجمش تعطي كان 150 ولا 180 ديزون كيما فسرت لها انت لكن باهي توا صغير مريض ومستحق للدواء. دونك اذا كان مشات الوزاره باش تقدم مطلب وقتاش نجم جاوبها الوزاره معناها بالنسبه للمساعده هذه راهي ما تاخذهاش الاجراءات الطويله معناتها جوس تجيب ما يفيد انه الطفل هذاك يستحق لك المساعده سواء متاع النظارات والا اعانه باش تشري دواء جوس تستظهر يعني بالوثائق اللي تبرر الخدمه هذيك وتاخذ المساعده نتاعها على طريقه باهي. هذا صار مبروكه. مشيت لهم وقلت لهم عدي وقال لي احنا عندنا عملنا لك 150 وعملنا لك كارني ابيض اكثر من هذا ما نجم نعمل. تاخذ في 150 ولا في 180؟ 150 باهي. هاو فسرت لك انه 30 دينار ربما حتى الناس اللي تفرجوا فينا يضحكوا علينا يقول لك 30 دينار ما عندهم ما يزيد ولكن هاو قالت لك حقك بالنسبه الكل صغير عنده اربع صغار مش ثلاثه. على ممكن 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 يعني حسب الحاجه ثلاثه فقط الماكس معناتها ثلاثه. دونك عندك الحق في 180 دينار. بالنسبه للصغيرات قلت لي الكل ما عندهم مشاكل صحيه ومشاكل بصريه تحديدا كيفاش قاعده تدبي فيهم مبروك؟ والله تو حاليا تو معناتها في الجم معناتها زوز طبه يعالجوا فما بلاش يرحم والديهم ما نحش الجو وراني كاكا في الحاله هذيك تاعبه يعالجوا فما نهزم جد يعطيني ركوبي باش نهزم باش نركب ونجي كي بعثوا لي الصفاقس معناتها جريت ما لقيتش حتى باش نسلف ما لقيتش كوم باش يسلفني يهزوني معناتها ناخذ المانطه ما حبوش حتى واحد يهزني معناتها تعبت نفسيتي تعبت ما لقيتش حتى حل. ولد ديما نبكي لان زدت نقصني نضر مشيت عديت قال لي راك ناقصه نضر ولد ما عادش نفرز حتى اي حاجه نقعد في الليل ما نجمش نرقد معناتها تعبت وقت تقول لي يا مرا ناقصه كراسه يا مرا ناقصه كل حاجه الصغار ياخذوا لهم جو في المدرسه نبكي ونسكت ما نجمتش ما لقيتش حتى حل. نفهم تو الصغار هذوما معناها ولاد راجلك يا رحمه ما عندهمش عموم ما عندهمش عمات ما عندهمش فاميليا حتى حد من عائلتهم قاعد يتفقد فيهم عندما ولا عندما ولا يجي يعاونهم بالكتاب ربي عندهم فاميليتهم من ام واحد من باباها من باب ام واحده واحد من ام واحده ما اتصل بهم حتى حد ما اتصل بهم حتى حد مندوب معنا مندوب حمايه الطفوله ولو انه معناها ما يعودش لها نظر معناها ترابيا لكن ربما تنجم تقدم لنا نصائح بالنسبه لحاله مبروكه. كما قلنا عندها اربع صغيرات فما شكون في حاله صحيه اللي تتطلب عمليه جراحيه معناها هنيه شنو مجال التدخل بالنسبه لمندوب حمايه الطفوله؟ لكن قبل هذا نمشيو للومضه وللحديث بقيه تفضل. واتتك ظروف خليتك تفكر والا تقرر الانتحار؟ عملت محاولة أو أكثر من محاولة انتحار فاشلة وتراجعت في آخر لحظة؟ أنت قريب أو صديق لشخص انتحر وكان انتحاره صدمة كبيرة بالنسبة ليك؟ إذا عشت تجربة مماثلة وتحب تشاركنا تجربتك اتصل بينا على صفحتنا الرسمية للناس حكاية وإلا عبر الميل على العنوان الإلكتروني للناس.حكاية@tunisiatv.tn أو مباشرة عبر الهاتف على 58 4 66 66 4.
مدام سيدة مبارك مندوبة حماية الطفولة ببن عروس، ظهر لي معناها واضح جليا أنه احنا امام حاله طفوله مهدده، معناها تحديدا فقدان السند، معناها اربع صغيرات ابوهم يتوفى يخليهم في كفاله امراه اللي هي بيدها معناها ما عندهاش استقلاليه ماديه ولا ما عندهاش مدخول مادي، ومعها هذا زاد يعانيوا في صعوبات صحيه. هنا معناها انتم كمندوبي حمايه الطفوله، شنو هو نوعيه المساعدات ولا التدخلات اللي نجموا نقدموها في حاله كيما حاله اولاد مبروكه؟ اولا الاطفال هذوما يعتبروا مهددين بفقدان السند، ولكن فقدان السند يتسمى لان هي حضنتهم، وبالتالي التهديد تغير ولا عجز الكافل اللي هي مدام بوكا. هنا ديجا نحب نسال بربي ولو انه ماهوش موضوعنا، لكن حتى قانونيا نحب نفهم وقت اللي انا صغيرات يتوفى بوهم الحقاني، ومعذره معناها مش معناها انت ماكش امهم، لكن نحكيه في الجانب القانوني، للندرا معناها الحضانه تمشي مباشره للزوجه معناها للشريك اللي خلاه، والا فما امكانيه انه ياخذوا عمه ولا عمته ولا مامات ولا حد من العائله؟ اي ماهوش بصفه آلية، هي معناتها قانونيا ما تربطها بهم حتى علاقه، انفصلت وفاه العلاقه الزوجيه بالوفاه تولي هي حاضنة فقط، حاضنة بصفة فعلية. أما لو أحد أقاربهم يعني عمهم أو خالهم أو جدهم يطلب حضانتهم يولي هو عنده الأولوية، هذا من حيث المبدأ. لكن راهو مندوب حماية الطفولة ديما يقوم بإجراءاته ويراعي في حضانة الأطفال مصلحة الطفل الفضلة بالتنسيق مع سيد قاضي الأسرة. إذا الصغار مرتاحين مع المرأة هذه ومصلحتهم تقتضي ابقائهم عند المراه هذه، دونك يبقاو عند مدام مبروكه. ملي مدام مبروكه فمش شكون من العائله حب على الصغيرات مثلا عمهم ولا عمتهم ولا مامتهم؟ حبوا عماتهم، يحبوا ياخذوهم، ياخذوا بنات برك. اي ما حبيتش، قلت لك يا رب احرمهم من امهم، احرمهم من باباهم. هم شادين فيا، يبكوا ويقولوا لي يا مدام ما تسلميش فينا، رانا نطلعوا من عندك، رانا نرمي روحنا قدام كهرباء نموت. قلت له احنا ما تمسلموش فيك ما ميسير. باهي هاوش نرجع لك سيده، لكن قبل هذايا سامحني ناخذ مكالمه هاتفيه. الو 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 ويا عسلامه، مرحبا. مع السلامه مدام. شكون معنا؟ مدام سناء. مدام سناء مرحبا لله، تفضل. الله يسلمك. عسلامه، عسلامه من بربي مدام، نحب معناها مساعده يعني من الشعب التونسي. اي نسمع فيك، تفضل. الو مدام، كان تسمع فينا ماذا بيك تسكر التلفزه وتسمعنا من التليفون، خير هكاك نسمعوا بعضنا خير. الو، قلت لك عاد بنحب معناها مساعده بربي معناها من القلوب الرحيمه. انا عندي زوج صغيرات، عندي زوج صغيرات ومعناتها توا حبله معناها في الرابع، معناها ظروف معناها على الاخر ما تصور انت طيحت معناها زقوامة يعني الظروف، معناها ما عنديش لا دش لا معناها انت تصور شو مخب دوش اي حاجه، تصور انت معناها امراه تبدا حبلها تبدا تجر في ماي معناها بالبيدون تاع الماي على ظهري، وولين معناها مسؤولي في الزقوامة واني في الرابعه، فهمت؟ تصور مره اخرى حبله وما عنديش معناها كل عاده نفس دوش حبلها معناتها في وسط الدار في الحوش البرا، فهمت؟ انا الحل الوحيد يعني هيك ما عرفتش باش تحصلت عليكم، باش معناها الناس ما تنجمش تعاوني حتى في الدش، مش طالبه لا فلوس لا معناتها لا دار لا حتى شيء يعني، فهمت؟ والا مصير البيبي هذا مش معناها نفس مصير اللي صرت معناها. وراجلك شي يخدم يلا؟ يخدم في معمل انا مش مزدي معناها يعني وحده يخدم، ما يعني نجمش نخدم لا هي بالصغار صغار وحدهم، وعندنا السرقه معناها كل شيء. ولادك قداش عمارهم؟ ولادك قداش عمارهم؟ عندي بنتي تقرا سنه اولى والاخرى 4 سنين. وين تسكن؟ ولايه المستير. ولايه المستير. بيه على كل حال صوتك وصل ان شاء الله. على كل حال احنا ماذا بينا حتى شكون يعاون الحالات، هما معذره ربما على القساوه معناها في الملحوظه هذه، ساعات برشا ناس تقول لك مثلا انا حامل وظروفي الماديه معناها ولا طيحت زوج صغيرات، بربي معناها نعرف كل امراه ماذا بها يبداو صغيراتها قدامها وربي فضلهم، ما اذا كان حالتك الماديه صعيبه شويه وما تنجمش تعيشهم زيد والله باش نزيدوا صغير ثالث وصغير رابع، الله لا يحرمهم، ونعرف المال والبنون زينه الحياه الدنيا، وربي فضلكم صغيراتكم الكل وان شاء الله يعيشوا في احسن ظروف وهذا حقهم، لكن وقت اللي تلقى ظروفك الماديه ربما صعيبه
وما تخدمش ولا راجلك ما ينجمش يعاون، هنا ماذا بينا زاد نخمو فك صغيرات، مش فايده راهو نجيبوا صغيرات ومن بعد نلوحوهم ولا نلقاو صعوبه. ومثالش نداء لاصحاب القلوب الرحيمه، سواء بالنسبه لحاله سوسن ولا حاله الا مبروكه ولا حاله الاخت اللي كانت تتكلم فينا، مثالش راهو اذا كان نخمو في التوانسه اللي كيفنا كيفهم ونحاولوا نعاونوهم باللي كتب ربي. على كل حال رقمك موجود معنا اذا كان فما حاجه حتى نتصلوا بيك. معذره للسيده اذا كان قصيت عليك، تفضل. حبيت نعطي ملاحظه، قالت مدام مبروكه كونه عماتهم حبوا ياخذوا البنات فقط. احنا راهو ما نحبذوش انه الصغار يتم تفرقتهم، لانه باش تصير تفريق للمره الثالثه. المره الاولى عندها وفاه الام، ومن بعد عندها وفاه الاب، ومن بعد يعني فصلهم على بعضهم. احنا ما نشجعوش هذا بالكل، وديما صغار ماذا بينا يبقاو مع بعضهم، سواء عند جدهم او عند عمتهم او عند مدام مبروكه اذا كان مصلحتهم عند مدام مبروكه يقعدوا عند مبروكه. انا ننصح توا مدام مبروكه باش تسوي وضعيتها القانونيه، تعمل عريضه للسيد قاضي الاسره، كان تحب حتى سيد مندوب حمايه الطفوله يعاونها، تعمل عريضه باش تطلب حضانه الاطفال، لانه بك الحضانه هذيك تنجم هي تواجه بها الادارات الكل. اي معناها الحضانه هذه على المستوى الفعلي شنو تنجم تزيدها؟ شنو الامتيازات ربما اللي تخليها تعاونها باش وقت اللي تاخذ هي حضانه الاطفال؟ وقت اللي تاخذ حضانه الاطفال تنجم كيما هي توا بكري انا سالتها سامحني قلت لها عندك قرار في الحضانه؟ قالت لي لا. معناتها ديجا الشؤون الاجتماعيه تتسمى عملت معها بالكدا، خاطر عاده ما ينجموا يعاونوها الا باش يبدا ملفهم تسوي الا يقولوا لها هات قرار حضانه. وهما ربما خاطر المرجه تعرفها عن قرب في الحي نتاعها، يعني مشات معاها وتعرف اللي وضعيه صغيرات عندها هي، ما ديما فما ريسك انه صغار ما يبقاوش عندها. مي رغم ذلك قدمت لها المساعدات مشكوره. مدام مبروكه تسمى محظوظه راهو مقارنه بعديد الوضعيات، لان تمتعت يعني تقريبا بجميع الخدمات اللي تقدمها الادارات الجهويه واللي قدمها حتى المجتمع المدني وحتى اهل الخير. هي قالت من اهل الخير بناولها منزل بارك الله فيهم، الشؤون الاجتماعيه اعطتها دفتر علاج مجاني واعطوها المنحه العائلات المعوزه. السيد مندوب حمايه الطفوله نسق لها مع على المستوى الاطار الصحي، وعنده طفل صغير موعد، لانك تعرف انت في المستشفيات في هو تو في مستشفى صفاقس عنده رونديفو بعد عام، وتعرف انت الرونديفو هذا في تونس الكل مش كان الوضعيه هذه بالذات. هو شنو عنده الوليد في عينيه بالضبط؟ عنده ضغط خلقي، قال لي لا ما عملش العمليه يعمل من عينيه الزوز. لطف عليه. اي رونديفو وقتاش عطاوه لك؟ والله ما نعرفش هي تو اسمها. السيد مندوب حمايه الطفوله قال لي راهو عطاوها رونديفو بعد عام، مي هو نجم يقدم لها، ما قاليش وقتاش بالضبط، مي المتاكد منه خاطر انا وقت قابلته في اطار اخر خارج المكتب، مي المتاكد منه انه الرونديفو تقدم. تحصلوا في بالي الوليدات على نظارات هكا ولا لا؟ ولا معناتها لازم راهو مندوب حمايه الطفوله كل ما ينجم يطرق الباب، سواء مجتمع مدني سواء اداره جهويه، سواء شخص ينجم يطرق. اللي باش يعمل عمليه قداش عنده من حس العمريه؟ قداش عمره؟ عمره 12. باهي، على كل حال تنثبتوا بالنسبه للمعلومه نتاع الرونديفو اذا كان قرب والا لا، سينو ميسالش راهو اذا كان فما شكون ينجم يتكفل بعمليه الوليد في المساحات الخاصه. وحتى نظارته عنده نهارين النظاره نحها من عينيه، ما عادش طايقها، عينيه حو ولا كحل، واليوم الصبح يرغي براسه، حتى المدرسه ما حبش يمشي لي، قال لي راسي ما عادش نجم نهز. على كل حال اللهم مجتمع مدني معناتها باش تكفل. احنا من قبيله قاعدين نقدموا بنداء لاصحاب القلوب الرحيمه اذا كنت نجموا تعاونوا حاله مبروكه ولا حاله سوسن. اش عندك ما تضيف خاطر باش تغادرنا ونستقبلوا فتحيه؟ نحب نحييها الاخت على يعني الدور اللي قاعده تقوم به باش تحضن الصغيرات هذوما، وهذا هو ما هو معناتها نطلبوه من العائلات الكل. اللي صحيح راهو فما برشا عائلات محدوده الدخل، احنا نساعدوا في 900,000 عائله، راهو مش شويه. فهمتني؟ دونك كي يبداوا العائلات محدوده الدخل، ما يبدا عندهم الجانب نتاع المسؤوليه، راهو يعاون برشا. والدوله قاعده تقوم معناتها بواجبها، والمجتمع المدني كذلك. اما العائلات زاد بصراحه يلزمهم يقويوا شويه متى من العزيمه نتاعهم ومن دورهم باش يحضنوا الصغيرات هذوما. ان شاء الله. على كل حال شكرا لك مدام نعيمه جلاسي العابد، مديره الدفاع الاجتماعي من بوزاره الشؤون الاجتماعيه. بعد شويه نستقبلوا فتحيه السعيدي الاستاذ تاع المجتمع ومستشاره البرنامج، لكن قبل ذلك نمشوا للومضه. تفضل. تحيه
تعيش تجربة طلاق صامت؟ تعيش أنت وشريك حياتك تحت سقف واحد أما كل واحد على روحه؟ عايشين مع بعضكم على خاطر الأولاد برك؟ تخاف من الطلاق؟ على ذاك تفضل تعيش هكا؟ كان عايش تجربة مماثلة وتحب تقسمها معنا؟ أبعث لنا على الفاش فيسبوك للناس حكاية وإلا على الميل على للناس بوان حكاية @tunisiatv.tn وإلا على 58 4 66 66 4. نرجع للبرنامج. مرحبا بك فتحية. فتحية نظرت علم الاجتماع فيما يخص حالات الطفولة المهدئة في تونس. أول شيء صعب بالنسبة للطفولة المهدئة هي أنواع معناها كثيرة موجودة داخل المجتمع. المشرع التونسي في المجلة متاع 95 اختصت بالطفولة المهدئة والطفولة معناها الجانحة. علاش المجلة هذه نحب نقول كلمة صغيرة؟ لأنه تونس صادقت على الاتفاقية الدولية، وبعد الاتفاقية بطبيعة الحال عندما تصادق دولة على اتفاقية يلزم الاتفاقية هذيك يلزم تكون فما قوانين تراعي معناها روح الاتفاقية، بمعنى أن الطفولة لها مكانة داخل المجتمع التونسي معناها من منظور معناها الدولة، لذلك وجب العناية بالطفولة المهدئة. ومن هنا نلقاو العديد من المراكز، فما مراكز المندمجة اللي تابعة لوزارة شؤون المرأة والأسرة، فما مراكز الدفاع الاجتماعي، فما مراكز الإحاطة إلى غير ذلك، وكل مركز عنده معناها مهامه. بالنسبة للطفولة المهدئة معناها يرجع بالنظر للمراكز المندمجة التابعة لوزارة شؤون المرأة والأسرة، فما بيان سور مؤسسة مندوب حماية الطفولة ومؤسسة معناها قاضي الأسرة. هذه حبيت نقول كيفاش أن الطفولة لها مكانة باعتبار التصديق أو تصديق الدولة على الاتفاقية الدولية كظاهرة اجتماعية موجودة داخل المجتمع. ولو فتحية سمحني على المقاطعة، مدام سيدة تقول لي فما 100,000 على 100,000 طفل فما 1.2 مندوب حماية الطفولة، معناها حاجة قليلة برشا 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 بالنسبة للمشاكل ربما اللي تعطي. معناها كي تقول أنت شخص ولا شخص ونص معناها حسب الإحصائيات باش يتلاها ب 120 هكا بنيتنا ألف صغير، كيفاش؟ على كل بالنسبة لي نعرف معناها وضعية مؤسسة معناها قاضي الأسرة وكيف قضي معناها بالنسبة لمندوب حماية الطفولة، ونعرفوا بالمليح أنه في وقت تتعاملت المؤسسة هذه أوديبيو كان شخص واحد معناها في كل ولاية عندنا مندوب حماية الطفولة ونسميها مؤسسة، معناها ما عندوش ستاف اللي يخدم معه، واللي هي يلزم يكون فما ستاف فيه مختصين من علم الاجتماع مختصين من علم النفس باش ينجموا يخدموا مع بعضهم، خاطر ماهيش سهل مسألة معناها الإحاطة بالطفولة المهدئة اللي كل واحد نحب نقول أنه كا بارتيكولي معناها ما فماش كا يشبه للآخر، فما اللي مهدد داخل الأسرة متاعو، فما اللي عنده مثلا تعرض مثلا العنف جنسي، فما اللي في الشارع ونشوفوهم التسول، هذاك من المفروض أنه يلزم المواطن التونسي معناها يعمل حق يمارس حق الإشعار، لكن التونسي قاعد يشوف فيلم تسولين ويشوف وهي طفولة معناها مهددة وما يتكلمش لأن ما زالت ما دخلتش في ذهنية ثقافة معناها الإشعار، ما زالت ما دخلتش في ذهنية التونسي. الحاجة اللي نحب نقولها بعلاقة بالطفولة المهدئة أنه رغم أنه المشرع أعطى معناها أصناف لكن يبقى فما تكييف نتاع طفولة معناها أخرى مهدئة اللي ماهيش واردة في المجلة واللي يمكن أنه ينظر لها القاضي على أساس أنها تهديد من نوع مثلا اليتم واللي فاقد للسند، من نوع أنه طفل مثلا مولود خارج إطار الزواج، هذم كلهم ما نصش عليهم المشرع لكن موجودين. كلمة أخيرة فقط على الظاهرة هذه، ظاهرة نحب نقول أنها استفحلت خاصة بعد 14 منها جانفي، أصبحنا منها نشاهدوا العديد من الأطفال اللي موجودين ساعة مسرحين معناها وموجودين معناها في لي رون بوان الكوليكا، وظهرت التسول وتلقاه عمره 9 سنين وعشر سنين، وهذا يسمى استغلال للأسرة لأبنائها، خاطر معناها الأولياء هما اللي يبعثوا أولادهم، هما اللي يقولوا لهم امشي واخدموا. يبدأ ساعات معناها للأسف الشديد، وهذه نحب نقولها، هنالك آباء مستقيلين معناها في عوض هو يمشي يخدم يبعث ولده معناها يمشي معناها يتسول، إضافة بيان سور معناها للاعتداءات الجنسية اللي تتوجد، إضافة للعديد من الأشياء. يبقى أنه من هوني من هالمنبر هذا نحب نقول أنه كما مؤسسة مندوب حماية الطفولة معناها تستحق دعم وتستحق أنه معناها إصلاح معناها كبير وشامل، وتوا فما معناها مناظرة عملت وإن شاء الله معناها يكون فما دعم معناها بالستاف معناها بالموارد البشرية لهذه المؤسسات في جميع معناها ولايات الجمهورية
الجمهورية، لكن أيضا مراكز المندمجة يلزمها عناية أكثر، لأني في المراكز هذه ما فماش تخصصات. مثلا طفل مهدد باعتداء جنسي نجي ونلقاه ونحطوه مع طفل مثلا فقد للسند ولا طفل آخر، وهذاك نعرف أنه في مرحلة المراهقة فما الباساسيون، فما معناها التأثير، علاقة التأثير والتأثر اللي تصير ما بين معناها مجموعات الأطراب، وتنجم تكون عندها معناها انعكاسات معناها سلبية، وهذا شفته أني في حالات معناها أخرى ماهوش مجال باش نقول فيها، أما على الأقل لازم يكون فما تخصصات، تكون فما مثلا مراكز مندمجة متخصصة بالطفولة المهددة معناها بفعل الاعتداءات الجنسية، اخرين مثلا اللي مثلا عنف اقتصادي والا مثلا استغلال، يكونوا معناها وحدهم باش نجموا على الاقل تكون الخدمات نتاعنا خدمات عندها افيكاسيتي اكثر ان شاء الله. كلمه الختام باش تكون معاك مدام سيده مبارك مندوبه حمايه الطفوله بولايه بن عروس، تفضل. شكرا، حبيت ان نصلح فقط نقطه، الطفوله المهدده ما ترجعش للمراكز المندمجه، هي مندوب حمايه الطفوله هو اللي يعنى بالطفوله المهدده، والمراكز المندمجه لشباب الطفوله اللي ترجع بنظر لوزاره المراه ما هي الا مؤسسات يوضع فيها مندوب حماية الطفولة وقاد الأسرة الأطفال وقت اللي يراه كونه لازم إيداع طفل بمركز مندمج كيفها كيما مركز الرعاية الاجتماعي الأطفال بتونس مثلا ولا مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي. إذا المؤسسات هذه هي تأم الأطفال المهددة بمختلف أنواعها، فيهم اللي يقبل المراكز المندمجة تقبل الأطفال المهددين والمتمدرسين، والمراكز الرعاية يقبل الأطفال اللي مش متمدرسين، لا مش جانحين، عندهم سلوكات صعبة وإلا ما همش متمدرسين وسنهم يعني فات سن التمدرس، فما المعهد الوطني لرعاية الطفولة اللي يقبل الطفولة المهددة. نحب نأكد على كلمة جبدت عليها الأخت مشكورة، هي مسألة دعم مكاتب مندوبي حماية الطفولة اللي هي ضروري، لأنه في السنة الفارتة سنة 2014 المعدل الوطني لمندوبي حماية الطفولة كان 1.1 على 100,000 طفل، السنة 1.2 على 100,000 طفل، وهذا رقم ما أنت ما يذكرش. فما كونكور، فما 50 مندوب مساعد جايين إن شاء الله قريب باش يتوزعوا على الولايات. المؤسسات احنا ملاحظه مهمه، توا عندنا ظواهر جديده نتاع تهديد اللي هي ظواهر خطيره جدا وتهدد المجتمع التونسي، واللي هي ما لقاتش حظوتها في المؤسسات المتوفره حاليا، لا مركز المندمج ينجم يستوعب الظواهر هذه ولا مركز الرعايه الاجتماعيه يستوعب الظواهر هذه، لا من حيث التكوين نتاع الاطارات، لا من حيث نوعيه البنيه الاساسيه نتاع المؤسسات هذه، لا من حيث البرمجه، ولا هما نحكي عليهم الاطفال اللي مهددين باستعمال المواد المخدرة بمختلف أنواعها، العلاقات الجنسية المبكرة، التدخين والعلاقات المفتوحة اللي فيه معناتها الهروب والخروج من المنازل، هذوما المؤسسات المتوفرة عنا حاليا غير قادرة على علاج سلوكاتهم. المنظومة الحمائية حاليا ما زالت غير قادرة على إيجاد حل مناسب لهم، لا بالتنسيق مع مستشفى الرازي، لا حتى عنا وأنا الدنيا ما عندي وضعية طفلة 13 سنة ونص يعني تستهلك في المواد المخدرة، علاقات جنسية، مشاكل كبيرة على إيقية صلب العائلة متاعها، يلزمها تخرج من العائلة لأنه التهديد جايها صلب العائلة وصلب المحيط اللي تعيش فيه. رجعناها تقرأ وحطيناها في مركز مندمج، لكن المركز المندمج أدواته التربوية والمنظومة وطريقته هو في تقديم الخدمات ما هيش موجهة للطفلة هذه، كما قالت لأن ولات الطفلة هذه تهدد أطفال أخرين، لكن هي صاحبة حق في الحمايه. معناها اليوم وقت نحكيو على الطفوله المهدده نلقاو التهديد موجود صلب العائله كيما الحاله نتاع ساوس وحاله مبروكه، لكن كذلك فما ربما تهديد يجي حتى من مراكز لا مش من المراكز المندمجه سامحني. لا نحكي لك معناها اذا كان معناها فما 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 اختصاصات مختلفه تكون موجوده في نفس المركز اكيد باش يتم التاثير السلبي على فلان او فلان. على كل حال شكرا لك مدام نعيمه السيده مبارك مندوبه حمايه الطفوله بن عروس، يعطيك الصحه فتحية. بالنسبة لحالة ساوسن ولا حالة مبروكة نذكروا أنه فما باش فيسبوك متاعنا اللي هي للناس حكاية، وإلا عبر الميل على للناس بوان حكاية أتونيزيا تي في، إذا كان فما إمكانية باش نجموا تعاونوهم بالكتب ربي، يا إما بالحفاظات يا إما بالأدوية يا إما بالحليب يا إما المساعدة المادية. وبالنسبة الولد مدام مبروكة اللي عنده عملية، فإذا كان فما شكون طبيب ولا مصحة خاصة تنجم تتكفل بالعملية على العين بالنسبة بدأت
الطفل هذا اللي عمره 12 سنه ما فيها باس. يعطيكم الصحة، شكرا لكم. هكا نخلطوا لختام هذا الموعد من برنامج للناس حكايه. نذكروا انه ان شاء الله الحلقه هذه تنجموا تشاهدوها في الاعاده نهار الاربعاء مباشره بعد اخبار ماضي ساعه. الى اللقاء.